بدأ عبد المنعم مصطفى الملقب بشطة مشواره مع كرة القدم في فريق حلة حماد بالدرجة الثانية بالسودان وهو في سن 15 من عمره، ثم انضم لفريق التحرير وهو في 18. كان قد بدأ دراسة الهندسة في جامعة الخرطوم في الوقت ذاته. عام 1974 انتقل شطة لمصر لمواصلة دراسته بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وهناك عرضه لاعب الهلال السابق ذو الأصل الأرميني سوريين إسكندريان على مدرب الأهلي وقتها المجري هيدوكوتي الذي أعجب بإمكاناته الفنية بالرغم من اعتراضه على قصر قامته وضعف بنيانه، لكن مساعده في هذا الوقت محمود الجهري أقنعه بقدراته الفنية ليصبح شطة لاعبا في نادي القرن الإفريقي. اكتشف هيدوكوتي شطة في مركز لاعب الوسط المدافع الذي كان جديدا على الكرة المصرية ذاك الوقت، وكانت قوة شطة في الالتحامات بالرغم من قامته القصيرة بالإضافة لسرعته الكبيرة وقدراته الهائلة في الرقابة الفردية. اشتهر شطة بالتألق في مباريات القمة التي كان يراقب فيها نجم الزمالك فاروق جعفر كظله، كما تألق في مباريات الأهلي مع الأندية الأوروبية حيث قدم مباراة رائعة أمام مونشنغلادباخ الألماني بطل أوروبا وقتها، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. اشتهر شطة باحتفاله الأكروباتي في مباراة نهائي كأس مصر عام 78 أمام الزمالك حين قام بالقفز مثل لاعب الجمباز احتفالا بالهدف الثالث في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين. في نهاية موسم 82-83 أعلن شطة الاعتزال. بقول ان انا هقعد في مصر هنا بس هبقى في النادي الاهلي على طول، مش هسيب مصر، واستقريت هنا وبعمل هنا في المجال بتاعي اللي هو الهندسه، لانه النادي الاهلي دوت يعني انا اتربيت فيه، واستقر في مصر عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ليبدا مشواره مع التدريب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وصل شطة لمنصب المدرب العام مع الانجليزي ألان هاريس في موسم 93-94، ولموسمين حقق فيهما الأهلي لقبين للدوري ولقب لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.